في ناس بتعرفوا احنا بنبحث احيانا في الاعجاز العددي وبدأنا نلاحظ انه التاريخ نفسه له بنية رياضية احيانا، هذا بيشير لك لقضية القدر وكل اللهم مالك الملك. فشو بيواجهونا بيقولوا طب ما هو المسيح، على فكرة هم اكتشفوا ان المسيح مولود بعد نشأة روما، ما هي روما لما بنيت بدوا فيها يأرخوا فيها، بعد ما بنيت روما كانوا بيعتقدوا في السنة 354 754 شو قلت 754 بعد من وقت ما بنيت روما ولد المسيح 754، بعدين اكتشفوا انه لا مولود 750. احنا ماشيين الان على انين منهم 754 بعد، مع انه اذا في فرقية 4 سنين على فكرة بين ميلاده الحقيقي، ميلاده الحقيقي واللي ماشي الان، اللي ماشي الان في. اذا هل هو مولود في 754 بعد بناء روما ولا 750؟ هم بتوها عرفوا انه 750. طب اللي ماشي الان انه اللي ماشي 754، طب ليش ما غيروا؟ خافوا يعملوا بلبلة، خافوا يعملوا بلبلة، خلاص مش مفرقة هالاربع سنين. اذا معناته مش مولود هو في واحد ميلادي. لكن بدي اياكم تنتبهوا لموضوع مهم، انه البشرية الان هذا البشرية الآن متفقة على انه هذا واحد ميلادي، تمام؟ هذا واحد ميلادي متفقة، بغض النظر كان مولود المسيح في واحد ميلادي ولا مش مولود، احنا بهمناش. ولا شو اللي بهمنا؟ بهمنا انه الناس تجمع على مقاييس في التعامل، يعني لانه على فكرة كيف تتخاطب البشر، كيف تتخاطب البشر هذا مهم. واليوم معاملات الناس والى اخره والتاريخ وغيره، اليوم احنا مثلا 2015 ميلادي، خلاص هذه 2015 ميلادي. طيب 2015 بالنسبة لمولد المسيح لا بيهمنيش انا انه مولد المسيح وانت كان، بيهمني في نقطة البشر ملتقين عندها بسموها ميلادي بغض النظر ولد المسيح ولا ما ولدش. انتبهتوا؟ ليش؟ لانه مهم جدا ان البشرية تلتقي على مقاييس معينة في كل شيء. احنا سابق ذكرنا لكم مثلا في الكهرباء، اليوم بتروح تشتري انت اللمبة وعلى طول بتركب اي لمبة كانت بتركب، ليش؟ لانهم موحدين، لانهم موحدين المقياس. اشتريت من هذا المصنع ولا هذا ولا هذا ولا هذا تركب، وإلا مشكلة. كان في كثير الكيلومتر، اليوم خلاص اتفقت البشر على الكيلومتر، أصبح الكيلومتر خلاص معتمد، وهذا مطلوب، مطلوب إنه البشر نفسها تلتقي وتتفاهم. وإحنا اليوم متفاهمين هم إنه هذا واحد ميلادي، ما نخوضش إحنا في موضوع إنه مولود المسيح فيه ولا مش مولود، بهمناش. افرض مولود قبل 10 سنين من هذا الكلام أو بعد 10 سنين من هذا الكلام، مش مهم. المهم في نقطة، نقطة بداية اتفقت البشرية ان اليوم احنا نبعد عن هذه النقطة 2015 سنة، خلاص ممتاز، خلاص بغض النظر ولد المسيح او ما ولدش، لان الدين بيهتمش في هذه القضية. وانت يعني ولد المسيح او غيره من الانبياء، ما مش مهم اليوم اللي ولد فيه انه، يعني بهمش كثير. انفهمت هذه القضية؟ لانه في بعض الناس مرات بيسألونا انه يعني احنا ب 2015؟ نعم احنا ب 2015 طبعا. من اي نقطة؟ من نقطة البداية المتفق عليها بشريا. طيب ولد المسيح فيها ولا ما ولدش؟ لا ما بيهمنيش. انتبهتوا شو وصلت الفكرة؟ بيهمنيش ولد ولا ما ولدش. بيهمني انه البشر ملتقين عند نقطة. ولذلك سبق قلنا انه الدين اعتبر التلاعب بالاشهر هذا زيادة في الكفر. انما المسيء زيادة في الكفر. لانه هذه مهمة كثير، هذه حياة